السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات رمضان. ملي كنقولوا رمضان كنقولوا الصيام عن الاكل والشرب، هذه من الاساسيات. وملي كنقولوا الشرب يعني كنقولوا هو عدم الاحساس بالعطش. هناك مشروبات بطبيعه الحال اللي كتعطينا الاحساس بعدم احساس باننا ما كنحسوش بالعطش، وهناك مشروبات اللي كتزيد لنا داك الاحساس بالعطش ديالنا وكيرتفع. من بين المشروبات اللي هي كتكون اساسيه اللي كتعطينا هو عدم الاحساس بالعطش، ولا كتكون لابد اننا ناخذها، وهي اول حاجه كنكسر بها الصيام ديالنا، وهو بطبيعه الحال الماء. بما انه خاصنا نبداو به، ماشي بالضروره باننا ملي كنقولوا الماء صافي كنقولوا صافي خصنا نحطوا واحد القرعه ديال الماء وخصنا نبقاو نشربوا. لا، ملي كنبغيو نبداو الفطور ديالنا نكسرو الصيام ديالنا كنبداوه بتميرات مع نص كاس ديال الماء. ما غاديش نشربو اكثر. علاش غادي نبداو فقط بنص كاس ديال الماء؟ غادي نشربو نص كاس ديال الماء، غادي نتسنى واحد سمزو نمشيو نصليو لينا الصلاه ديالنا، نرجعو غادي نبداو بالشوربه. هذا حتى هو واحد السائل اللي غادي يدير. الا شربنا الماء بكثره فبالتالي انه غادي يعطينا واحد الاحساس بالانتفاع، وما غاديش يخلينا اننا نكملوا الوجبات ديالتنا، وبالتالي غادي يكون عندنا واحد الايجاد الغدري لانني ما قدرتش ناكل الوجبات ديالتي كامله. عندي واحد الاحساس بالشبع، نقدر ندوز به النهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث غادي نحس فريمون بواحد العياء هكاك. داكشي علاش خاصنا حتى شرب الماء يكون تدريجيا. يعني غادي نبداو بنص كاس ديال الماء، نمشيو نشربوا الشوربه ديالتنا، ناكلوا سميتو وحدها شي حاجه مالحه هكاك، وداكشي نكملوا من بعد نديروا الوجبه ديالتنا. ناخروا شرب الشاي الا باغي نشربوا اتيلاكا، ناخروا شرب الشاي واحد الساعه ساعتين، عاد نشربوا هذيك الساعه الشاي. نحاول بان الشاي ديالنا المغربي، ما غاديش نقول لكم لا غادي نمشي نعوضوا السكر بالعسل ولا هكا، ولا ما كيتسماش شاي مغربي. الشاي المغربي خاصو يكون على اصوله بطبيعه الحال، غير هو نحاول باننا نقلوا واحد شويه السكر ديالته هكا، باش انه لان هي المشروبات اللي كتكون عاليه السكر كتعطينا الاحساس دائما بالعطش، كتعطينا الاحساس بالمزيد. يعني الا بغينا الا شربنا خاصنا نزيدوا ثاني، وبالتالي الغد ليه عندنا الاحساس بالجوع والاحساس بالعطش. علاش ما قلتش لكم اغلبيه نشربوا العصائر في مع الفطور؟ اغلبيه كنكون كنديروا في الفطور كنحاولوا كنخلطوا هناك عصائر بالحليب، عصائر كتكون بالليمون، كتكون الشوربه، كتكون واحد اللخبطه. المعده ديالنا راها واحد لوغان، واحد سميتو يعني خاصنا نحترموها الا بغيناها بانها تدير معنا المدى الطويل. ما نفكرش انا غير في الفتره ديال رمضان، فكرت من بعد فتره ديال رمضان هو انني خاصنا نحترمها. يعني ما نعطيهاش واحد اللخبطه في داكشي. بغيت نشرب شي عصير ولا هكا، نحاول عوض ما نشرب اتاي من بعد ساعتين ولا هكا، نفوت الفطور ديالتي بواحد الساعه ولا هكا، نشرب هذيك الساعه عصير. نحاولوا باننا ما نكثروش من عصائر اللي كتكون بالليمون. علاش؟ غير باش تاني على النصران ديالتنا حتى هما باش انهم ما يتلخبطوش، ما يكونوش حتى هما مرونين وداك الشيء. يعني دائما نحترموا لي زورغان ديالتنا، الاعضاء ديالتنا خاصنا نحترموهم. يعني انه لا بغينا نشرب العصائر كاع بغينا نبداو بهم في الفطور ولا هكا، حبذا تكون عصائر اللي غادي تحاول بانها ما تعطيناش هذاك الاحساس بالشبع. الا بغينا نستافدو بعصير ولا هكا، حبذا انه يكون عصير الخيار. عصير الخيار هو اللي نفطرو به، هو اللي نديرو في المرحله ديال الفطور، ونحاولوا نقللو من العصائر ديال الليمون والعصائر ديال الحليب، خاصه العصائر اللي كتكون مخلطه بالحليب. لاننا ملي كنخلطوهم بالحليب كاين اللي كيكون مثلا مغرب الفواكه، كاين اللي كنزيدو ليها فواكه جافه وداكشي. حبذا هاد العصائر اللي كتكون مخلطه بالحليب نخليهم دائما للسحور. علاش؟ ديجا غادي يعطينا واحد الاحساس بالشبع. يعني ملي غادي ناكلو غير هما شي فواكه هكا كتكون خفيفه، وكيكون عندنا واحد العصير اللي كيكون مركز صافي، وكنحاولوا نتسحروا به. الا بغينا نستافدوا اكثر واكثر من بزاف التساور حتى في اكل ديال الفواكه ديالنا، حتى هي كتمدنا بالسمس. غير هو كيف كنقولوا علاش كنحاول باننا نخفوا من العصائر؟ لان حتى هي كترفع النسبه ديال السكر في الدم. مثلا خدنا حبه ليمونه وعصرناها وكلنا حبه ليمونه عاديه، فالنسبه ديال السكر اللي غادي تكون في الماء تكون مرتفعه، غادي تكون مرتفعه في الليمونه، وما غاديش تكون في سميتو هنايا غادي تكون ناقصه، غادي تكون ناقصه لنا في السكر، غادي يستافد منها جسم ديالنا، وكذلك كنستافدوا بالالياف اللي فيها في عمليه الهضم ديالنا. علاش كنحبدوا بان الا بغينا نستافدوا من الفواكه في شهر رمضان تكون انها تكال، يعني افضل من العصائر. بالنسبه للمشروبات، هناك مشروبات هي اللي كتكون يعني عوض ما نشربوا غير الشاي ولا هكا، كاين الاعشاب.
الأعشاب حتى هي مفيدة جدا، منها بأنها كتعطينا واحد الغولاكس هكا، كتسهل لنا عملية الهضم ديالتنا، و او ميم طون كنغيرو باش ما كيبقاش عندنا واحد الريتم هكا. القهوة هكا في رمضان حبة لو أننا نقص منها، خاصة القهوة بالحليب تهيايا، هذا هو اللي سميتو أنه المشروبات الغازية نحيدوها بالمره. المشروبات الغازيه كيف كنقول لكم، المشروبات المصنعه نحاول باننا نحيدوها لانها مليئه بالسكر. المشروبات الغازيه فهي مليئه بالسكر، وخا تكون لايس راه كتكون كدير على الجسم ديالنا، واصلا الجسم ديالنا ما غاديش يستافد فيها بعد يوم كامل من الصيام. الا كنا غادي ناخذوها في الايامات العاديه كيكون بنهار هكا كيكون عندنا الجسم غادي يدير، ولكن كميه قليله جدا، يعني نحاول باننا ما نكثروهاش. العصائر بالحليب منعا باتا في فترة الفطور، من الأحسن أنها تكون في فترة السحور. إلا بغينا نشربو أتاي هكا كدياتنا ولا كشي، نحاول بأننا نأخروه على الوجبة ديال الفطور باش نستافدو بالعناصر المكونة للوجبة ديالتنا. حنا قلنا في الفيديو السابق هو أننا باغي نستافدو بواحد الصيام اللي هو يكون مليء بالفيتامينات بالمعادن، بهكا اللي غادي تدخل لنا على الجسم ديالتنا بواحد الفائدة اللي غادي تعاونو بأنه يدير واحد الديتوكس. هكا الا شفت انا مثلا بديت بسميتو بعصير مخلط، غادي نخلط فيه بزاف الفواكه وغادي نخلطو بالحليب، وغادي نجي حدا وغادي نشرب واحد الشربه اللي خليتها بزاف طابت فوق البوطه، داكشي راه المعادن الفيتامينات ديالها راه مشاو، وغادي نزيد نكملها حاط براد اتاي حدايا ولا هكا، راه الجسم ديالي ما استفاد من حتى شي حاجه. واحد اللخبطه درتها انا يا عندي في الجسم ديالي، وصدق الجسم ديالي ما استفاد والو من هذاك النهار كامل ديال الصيام، غير غادي نزيدو واحد الخمور، غادي نزيدو واحد الاحساس بالشبع على والو، وما مستفد من حتى شي حاجه. حبه لو ان داك الاحساس بالشبع يتنفخ لينا بواحد الشوربه اللي تكون فريمون ديال الخضر، وبانها نحترمو حتى المدة ديال الطهي. المدة ديال الطهي مهمة جدا جدا للعناصر، ماشي انني باغي نخلي واحد الشربة بانها تكون خاتر شوية غادي نخليها تختار ولا هكا، نونو. الشربة راه ما كتفوتش نص ساعة، نص ساعة هذا راه قلنا كحد الاقصى، الشربة ما كتفوتش. يعني باش نكونوا واعيين باش نستافدوا بهذوك الفيتامينات وكلش المكونه في الخضار ديالنا اللي باغيين نستافدوا منها، خاصها تكون نحترموا المدة، ماشي اي شربة هي شربة، يعني نحترموا المدة ديال الطهي ديال الخضر ديالنا. هذه من جهة نحاولوا باننا نكثروا من اكل ديال الخضر والفواكه، ومنكثروا من الخضر اكثر من الفواكه داين فيها هكا، لانه ملي كنقولوا غادي ناكلوا الفواكه ماشي ثاني ناكلوا واحد الطبق كبير، راه ثاني كناكلوا مرسو من هنا ربع من هنا داير من هنا، ولكن ما كثرش ثاني بزاف، راه ثاني كنهضروا على السكر باش ما يطلعش، لان ملي كنكثروا بزاف العناصر ونلاحظ نديروا السكر نردوا البال للسكر، لانه اغلبيه كيقول لك لا السكر كيرد ليه البال غير الناس اللي مرضى بالسكر، نو كلنا خاصنا نردوا ليه البال، كلنا خاصنا نردوا ليه البال، ما ناكلوش الاشياء اللي هي غادي تدفعنا باننا نسهلكوا السكر بزاف، وكذلك الشربات ديالنا داكشي ما تكونش فيها الموالح بزاف وما تكونش المقليات بزاف، لان الا كنا هادشي بزاف غادي يخلينا باننا نمشيو نشربوا بزاف ديال الماء، اللي عوض ما غنمشي نشرب انا الماء باش يستافد به الجسم ديالي غادي نمشي نفكر في شي حاجه اللي غادي نهضم بها، عارفين غادي نفكر بها، غادي نمشي نفكر في المواد في المشروبات الغازيه، هذه هي سميتو عوض ما غنمشي ندير في واحد الماء معدني ولا هكا، غادي نمشي نفكر في مشروبات غازيه اللي ما غاديش تدخل على الجسم ديالي بشي حاجه. دونك هذه هي واحد لمحة بسيطة جدا جدا على المشروبات اللي خاصنا نستافدو منها، خاصنا نستافدو من المشروبات اللي نكونو نعصروها بدون إضافة لا عصير الليمون ولا الحليب. نحاولوا باننا كاين عندنا عصير ديال البربه حتى هو جيد، عصير الخيار حتى هو جيد، يعني السبانخ الورقيه حتى هي جيده جدا، حتى هي كنستافد منها الجسم ديالتي. هذه هي اشياء نقدروا نديروا بها في الفطور. العصائر اللي بالحليب نخليوها ناخروها حتى للسحور، وبانني كيف قلت لكم ما نكثروش بزاف من شرب الشاي، الا بغينا نديروه نحاولوا دائما ساعتين من وراء الفطور ديالنا، ونحاولوا باننا نعزهم بالاعشاب حتى همايا، الاعشاب حتى همايا نشربوا لنا البابونج، نشربوا لنا الكركدي، نشربوا لنا بعد مرات سميتو بحال هكا كنقدروا نشربوا ثاني الحليب هكا كنضيفوا ليه شويه القرفه ولا هكا، نحاولوا باننا ندخلوا اشياء اخرى اللي غادي تستافد منها الجسم ديالتي. نتمنى بان الفيديو كان خفيف ظريف وبانكم استفدتوا ولو قليلا، الى استفدتوا منه حاولوا بان تنشروا باش تعموا الفائده وتنشروا المعلومه. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.
صوموا تصحوا، استفدوا من رمضان دياتكم، استفدوا من الصوم دياتكم. نتلاقى في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى.